زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. نحلوا موضوع النادي الافريقي بعد ما كان في الاعتقاد تسكر موضوع مستحقات يوفنتوس غير بعد اللطخة متاع احباء النادي الافريقي، لكن تفاجئنا منذ يومين تقريبا عودة الموضوع للسطح وممكنية ومطالبة بخلاص مستحقات مصاريف التقاضي للاعب. على كل معنا محامي اللاعب سيد علي عباس بالتليفون. سي علي شنحوالك؟ مرحبا، سلام، رمضانكم مبروك. سنين دائما تحية ليك وتحية للناس الكل. انت كنت معنا في اول كونفينمون سي علي، كنت تفكر نحن نعرف كيفاش تحسنت شوية الامور. ما زلت شاد الدار ولا كيفاه؟ لا الحقيقة مش شاد الدار، تعرف المحاكم قاعدة تخدم البريود اللي فاتت، دونك واحد يمشي لديرو مش برشا ويمشي للمحكمة. كونفينمون بارسيال مي اوبليغاتوار. فهمتك. وجات مع رمضان ضاي سبيسيال شوية السنة. والله يشوف احنا بطبيعة التونسي في رمضان يخدم شطر وقت كان مش نديرو كل وقت. اي متعودين بالخرجة ولا واكل قهوة بعد شقال الفترة ما عادش. اي لا تقلق، هي الخرجة تاع بعد شقال الفترة حقيقة. واكل الاكسبريس ظهر لي. لا سيرتو الاكسبريس هذيك بعد شقال الفترة هذيك عندها قيمة غير عادية. صحيح. ايوه اعطيني سيدي شنو جديد، شنو الحكاية نتاع توزكار؟ ما عادش نسمعوا فيك سي علي، لو كان ما عادش مشكلة الزوج يمكن باهي تو سبع الخط. اي قلت لك من مش جديد اسلام، من وقت اللي دفعوا النادي الافريقي الفلوس نتاع توزكار قعد فما مبلغ 45,000 فرون سويس اللي هي الفين تاع التاس، اللاعب تاعهم بالعمله الصعبه من الكونت تاعو للتاس، وبالطبيعه في الاخر لازم يرجعوا له. من اكتوبر احنا اللي فات انا بعثنا النادي الافريقي رقم حساب البنكي نتاع اللاعب في فرنسا. صار اتفاق مع النادي الافريقي على اساس انه ناجلوا موضوع الفري نتاع التاس في البريود هذيك باش نجم يسجل اللاعبين الشتات نتاعو. صارت العمليه هذيك على اساس بعد اسبوع الجامعه باش تحول او النادي الافريقي ما عادش شكون منهم باش يحول الفري نتاع التاس. من وقتها من جانفي سيرونس راديو ما فما حتى شيء صار، دونك اكيد اللاعب في الاخر باش يطالب بالفلوس نتاعو وباش ياخذهم بالعمله الصعبه. اليوم الجدل اللي قاعد نسمع فيه كيفاش وبعملة صعبة ولاعب تونسي ونادي تونسي وعقد تونسي ولا يصح ولا يجوز، راهو الأمور هذه أولا الساعة ما تدخلش في اعتبار فيفا إسلام، ماهماش فيفا بالنسبة لي، هي عندها نيميرو كونت بنكير تبعث لازم يدفع بالعملة هذيك. لو كان جات فري تاس بالدينار التونسي اللي هي حاجة مستحيلة وقتها معاك إنه يقع دفع بالدينار التونسي، لكن هي بالفرنس سويس والفلوس دفعت بالعملة الصعبة، دونك فيفا ما تدخلش بعين اعتبار الأمور هذه. اثنين ومهم جدا انه اليوم اي اوتوريزاسيون باش تاخذها هذا موضوع ما يهمنيش، ولكن من باب الجدال احنا والنقاش انت كيف باش تمشي تاخذ اوتوريزاسيون سي مورا باش تقدم القرار نتاع التاس ديجا اللي هو ضرب لفرونس سويس، باش تقدم الايميل اللي تبعث لك من عند اللاعب على رقم الحساب البنكي نتاعو اللي هو في فرنسا، لاعب ريزيدون ليترونجي مش ريزيدون في تونس، دونك ما عندك حتى مشكل في ليزوتوريزاسيون. ما نتصورش كان اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هي متعهده بالتنفيذ باش يستعصى عليها الامر هذا، وقت اللي جمعيه كيما النجم الرياضي الساحلي اللي هي جمعيه من الجامعه ودفعت فلوس تربيه المحكمه بتحويل ومعادي بيزوتوريزاسيون اللي خذتهم الكل، معناها ما نجوش جو فوطو وين البروبليم بالضبط في الحكايه. تواصلتوا مع النادي الافريقي ولا لا؟ لا ما فماش تواصل، احنا الفيفا هي اللي متواصله مع النادي الافريقي. التواصل مش معناها فيش باش يفيد اليوم اسلام يفيد في شيء، هذه حكايه قديمه. الحقيقه تواصلت انا بعد في جانفي قلت لهم وقتاش، قلت لي اسبوع بركه باش يقع الدفع، قالوا لي هو الجامعه باش تدفع او باش تدفع او باش نتصرفوا وكذا. بون من وقتها ما فما شيء، معناها ما فماش علاش اليوم باش يصير تواصل. ما كان جاء قرار جديد ولا في جدوله معك اسلام، لكن هذايا فريم تاع تاس وانا عادي جدا انك انت باش تدفعهم. انا فهمت هو المبلغ بتكون. المبلغ الاصلي اللي يحبوا اللاعب باش توقع دفعه بالدينار ولا بعمله صعبه؟ دفع بالعمله الصعبه، دفع بال حتى المبلغ الاخر معناها من فرنسا بالحساب البنكي اللاعب من فرنسا للحساب البنكي للتريبونال بيتراجي ستور. لا ما فهمتنيش ما فهمتنيش ما فهمتنيش المبلغ اللي دفعته للكلوب للاعب اللي هو 1.5 مليون اللي حاجه هكا. اي دفع بالدينار التونسي لانه القرار اللي صدر فيه بالدينار التونسي. وبالنسبه لهذا معناتها الفيفا التاس فصلت معناها في الديسيزيون، معناها المبلغ الاول بالدينار التونسي والمبلغ الثاني بالعمله ولا لا؟ حابين نفهم. هو شوف هو الكونترا نتاع الجمهور بالدينار التونسي، خلينا نقول دونك باش تحكم التاس تحكم لك بالعمله اللي موجوده بالدينار التونسي حكم
بالدينار التونسي من اوت تقريبا. من بعد في اكتوبر خرج الاوردونونس افخي اللي هي معناتها تخرج لك قرار يهم المصاريف فقط، وقررت فيه انه باش يقع ارجاع 45 الف فرنك سويسري تاعهم لا من طرف الافريقي بالعمله بالطبيعه للدفعه فيها. يعني عادي معناها مثلا خلينا نقول لك اسلام حاجه راي بانال، حاجه عاديه جدا 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 معناها وبسيطه، مانيش فاهم علاش اليوم يصير فيها حديث وعمله وما يعني تقولش علينا احنا رانا مش تيرموند ولينا غادي شويه بالتيرموند. بالنسبه للبنك المركزي سي علي، البنك المركزي ما موظف معناتها حاجه كما هكا، فماش قانون يمنع معناها انك تحول عمله للاعب الشخص التونسي، خلينا نقول مش لاعب خارج تونس، فما حاجه كما هكا ولا لا في القانون؟ هذا شوف خلينا نبداو فاهمين اسلام، راهو العمليه صارت قدام محكمه رياضيه دوليه في سويسرا. يعني سي ان اربيتراج انترناسيونال في سويسرا. اللاعبين اللي ريزيدون على الاترونجي الفلوس تحولت بالعمله الصعبه. دونك انت اليوم مش معامله صارت في تونس، راهو خدام اليوم متفاهمين. راهو هذه مش متعلقه بمستحقات اللاعب في العقد يا اسلام. لا. راهي هذه مصاريف تاس. كان جيت مستحقات لاعب نقول لك تنفيذ العقد صار في تونس ولاعب تونسي والكونترا بالعمله التونسيه معك. إيه اما باش يمشي للاعب ولا؟ يعني باش يمشي للاعب الفلوس خاطر هو دفعهم. اي مصاريف نتاع تاس هذه راهي متعلقه بفريم تاع اربيتراج انترناسيونال يدفعوا بالعمله الصعبه عادي جدا. ما فماش حد شيء يمنع. وقت اللي تواصلت حتى نزيد نعطيك وقت اللي تواصلت معنا الجامعه في الوقت هذاك قالوا لنا كيفاش، وقلنا فسرنا لهم راهو هذه عمله صعبه مش بعديها هي وفسرنا لهم لا شيء يمنع. اليوم انه النادي الافريقي راسل الجامعه ترفض انه تدفع خاطر بعمله صعبه، هذه امور انا الحقيقه ما ندخلش فيها وما تخصنيش هذا اسلام فهمت. لكن انا نقول لك انه الموضوع راهو بسيط، يصير التحويل وكان ممكن يصير تحويل قبل شهر وشهرين ثاني وثلاثه حسب ما وعدوني به الاخرين، لكن ما صارش. هو اللاعب رفض انه ياخذ الفلوس بالدينار. شوفوا اللاعب رفض، وخلينا نبداو بصراحه بربي احنا ما نحبش نتكلم بامور نظريه، كل واحد معناها ينظر وحده. شوف انت حط روحك في بلاصه اللاعب اسلام اليوم. عندك فلوس 45 الف اورو بار اكزومبل. بعثتهم انت من الكونت نتاعك في فرنسا للتاس. تجي اليوم تحب تسترجعها. نقول لك انا تفهمك بالدينار التونسي كيفاش ترجعها بالاورو الفرنسي. فهمتك. هذه حاجه الاولى. اثنين ما عندكش حتى بوسيبيليتي باش في بالك انت تعطيك فلوس لواحد لهنا في تونس بالدينار التونسي وتاخذها من عنده وانت بالاورو في فرنسا. انا حتى كان نمشي نعمل اوبيراسيون ممنوع قانون. اي مش قانونيه صحيح صحيح. حتى فرنسا تقول لك انتراسابيليتي انت جيبهم لي الفلوس صحيح يدخلوا لك. دونك سي نورمال يقول لك انا ما نخسرش فلوسي بالعمله الصعبه. فهمتك. مش مقيم في تونس، هو مقيم في فرنسا معناها اللاعب. وهو دفعهم بالعمله دونك يحب ياخذهم بالعمله كما يدفعهم. ولا يقول لك انا من الكونت نتاعي خرجتهم معناها بالعمله الصعبه، ونقول لك حاجه الفلوس اللي خرجهم بالعمله الصعبه وقتها مش عارفين حاجه حد ما يعرفها هذه. 45 الف فرنك سويس اللي دفعهم التاس وقتها يوان توزكار راهو قعدوا له في الكونت نتاعه تقريبا 100 يورو. وقتها معناها كان على الاخر معناها الفلوس هكوما دفعوا وعلى الاخر ويعلم به ربي كش عمل وقال لي كيفاش وما عادش يقعد خطهم يمشي فيك. اذا كان تحب تواصل يلزمك تدفع الفلوس نتاعك ودفع الفلوس نتاعه 100 يورو قاعده في الكونت نتاعه وقت دفع. دونك تجيش تقول له اليوم نعطيهمك بالدينار التونسي. هو اصلا في جانبي باش يخدم في الدينار التونسي، هو انت على بالك بالرفض نتاعه وقلت لي ما يسالش وعاوننا شويه وخليها في بروسيدور سيباري، خلينا نسجلوا اللاعبين وبعد اسبوع نصب لك الفلوس. الفلوس ما تصبوش للاعب. فهمتك واضح. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي علي عباس على كل هذا. أنا راهو كي فما مجال باش تنجم تتعاون مع نادي افريقي ولا غيره من الجمعية التونسية راه تنجم نتعاون، لكن فما أمور الحقيقة ما فيهاش نقاش وما فيهاش حتى معناها سيء يلزمك تخلص هكا هو في الأخر. وهذا حق لاعب لازم ياخذه. ولا. شكرا لك سي علي عباس، شيء طيب ان شاء الله. بعد شويه باش يكون معنا ايضا ناخذ موقف النادي الافريقي في الموضوع هذا، باش يكون معنا بالتليفون ايضا الكاتب العام سامي المقدمي اكيد، لكن بعد الموسيقى والاخبار.